الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه باسم الحي الذي لا يموت القائل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ما مات من زرع الفضائل في الورى بل عاش عمرا ثانيا تحت الثرى فالذكر يحيي ميتا ولربما مات الذي ما زال يسمع او يرى فالذكر يحيي ميتا ولربما مات الذي ما زال يسمع او يرى زوجة الفقيد الاستاذ عباس الجراري اسرته الكريمه ومحبيه وتلامذته حضور الكريم عزاؤنا في وفاة أستاذنا الأستاذ عباس الجراري إنه ترك علما وترك فكرا وترك ذكرا طيبا وترك سيرة حسنة وهذا كله يجعل الميت كأنه حي وهذه الحياة الحقيقية كما قال هذا الشاعر وفي هذا المجمع الكريم أبث هذه الكلمات القليلة من القلب في حق أستاذنا الدكتور عباس الجراري الذي ندب حياته للعلم والأدب والدين وبث كل ذلك في الناس لقد فقدنا كما سمعنا وكما تعرفون جميعا قامة علمية فذة ورمزا من رموز الأدب والثقافة المغربيين كان رجلا ألمعيا لمع نجمه في العديد من ميادين العطاء النافع فهو العالم الفقيه كما سمعنا وهو المثقف الحصيف وهو الداعية المخلص وهو الخطيب الموفق وهو الأكاديمي الرصين وهو المعلم المربي وهو الأديب المبدع وهو المؤرخ المدقق وهو المؤلف المكثر وباختصار إنه العلم الذي اجتمع فيه ما تفرق في غيره لكن النقاد أطلقوا عليه لقب عميد الأدب المغربي وهو لقب يستحقه فعلا فاهتماماته وبحوثه غزيرة ومركزة ومتنوعة في خدمة وإحياء الأدب المغربي منذ البداية الأولى سنة 1970 بأطروحته الزجل في المغرب قصيدة إلى العناوين التي تلت مركزة على فن من الأدب المغربي بقي الاهتمام به طويلاً والتأليف فيه ضعيفاً ومحدوداً وهذه العناوين أهمها في هذا الفن فقط معجم مصطلحات المنحور الفنية موشحات مغربية دراسة ونصوص أثر الأندلس على أوروبا في مجال النغم والإيقاع في الإبداع الشعبي معالم مغربية موشحات مغربية عاشوراء عند المغاربة النغم والطرب بين الأندلس والمغرب وموسوعة الملحون التي أشرف عليها ونشرتها أكاديمية المملكة المغربية هذا في فن واحد وهذه الغزارة وهذه الكثافة في فن واحد من التأليف والكتابة مع العمق هذا لا يعطى لأي أحد وهكذا كان أستاذنا سباقاً
ورياديا في الاهتمام بالأدب الشعبي المغربي وبالتراث الموسيقي المغربي والأندلسي. ومن اهتمامه بالثقافة المغربية أنه أول من فتح في الجامعة المغربية في سبعينيات القرن الماضي باب تسجيل البحوث والمطروحات الجامعية أمام الطلبة الراغبين في البحث في حقل الأدب الأمازيغي والشعر الأمازيغي، وهذه من أولوياته التي تحسب لها في زمن لم يكن أحد يتحدث عن الأمازيغ ولا الأمازيغية كما هو اليوم. واهتم أستاذنا بفنون أخرى من الأدب ومن الثقافة المغربيين بنفس الزخم، ليصل عدد عناوينه في هذا المجال، يعني الأدب فقط في هذا المجال، إلى أكثر من 50 عنواناً، وأذكر منها واحداً وهو كتابه العمدة الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه، ويمكن أن نعتبره صنواً لكتاب النبوغ المغربي للعلامة رحمة الله عليهما جميعاً. وهما كلا المؤلفين اهتم بغنى الثقافة المغربية وتسليط الضوء على الثقافة المغربية من حيث كثيرون يتناسونها أو يغفلونها أو يتجاهلونها أو يجهلونها في إبراز غنى الحضارة المغربية. ولأستاذنا كما تعرفون مثل هذا العدد المذكور من المؤلفات في قضايا الثقافة والإصلاح والفكر الإسلامي والتاريخ وغيرها، واستحق بذلك لفظ اسم العلامة، إن العلامة ليس الذي ألف 10 مؤلفات، قليلون يتجاوزون في الثقافة العامة 20-30 مؤلف، لكن نحن نقارب 100 مؤلف، هذا من حيث العدد. ولكن إذا أتينا إلى العمق وإلى الجودة وإلى الجدة وإلى التجديد فإن أستاذنا قد بز فيه وسبق فيه غيره. الشاهد عندنا أن إطلاق لقب عميد الأدب المغربي أن إطلاق لقب عميد الأدب المغربي لو بحث فيه الباحثون ونقد فيه المنقدون لوجدوا له أكثر من 20 وجها، أكثر من 20 وجها وسببا ليستحقه أستاذنا هذا الاستحقاق. أما صلتي الشخصية للأستاذ عباس الجيراني فهي قديمة بسبب الاهتمام الذي كان قد أولاه والده العلامة عبد الله الجيراني لشعر عمي الأستاذ محمد العثماني، الشاعر محمد العثماني، فقد اهتم ببعض قصائده وخصوصا قصيدة عنوانها اللواء، أين اللواء؟ أين اللواء؟ لعمي الأستاذ الشاعر محمد العثماني في عهد الحمام طبيعة الحال. فأتى بها الشيخ عبد الله الجيراني في كتابه شعراء المغرب الأقصى وأدباؤه المعاصرون، ثم عقب قائلا: فمن أمثال هذا الشعر ومنهله الفياض ونوع قوافيه الوثابة ما يجب على شبابنا الاهتمام به ودراسته والتكيف بمدلوله ومعناه لقوة ما تحمله أشطاره من بطولة ورجولة. ثم كان أن أشرف بعد ذلك أستاذنا عباس الجيراني على أطروحة عنوانها شعر محمد العثماني جمع ودراسة للطالب إبراهيم إدمصور الذي قام بدور مهم في جمع شعر العم وتوثيقه قبل وفاته بأسابيع قليلة، كان يصحح معه شعره ويمده ببعض جمدادات بعض أشعار لم تنشر إلى أسابيع قليلة قبل وفاته سنة 1996. وهنا أمر بالغ الأهمية، أسرد هذه القصة كي أقول منقبة أخرى للأستاذ عباس الجيراني، أمر بالغ الأهمية وهو أن حوالي 50% من الشعر المنشور في هذه الديوان الأطروحة لمحمد العثماني انتشل انتشالا من خطر الضياع،
فهو لم ينشر في أي مكان قبل ذلك، وقيد الله صاحب الأطروحة ليجمعه ولينشره. وهذه خدمة أخرى أسداها أستاذنا عباس الجراري من خلال عمله الأكاديمي للأدب المغربي بإشرافه على جمعه وتوثيقه وتدوينه من خلال عشرات الرسائل والأطروحات التي أشرف عليها وأطرها، وهي منقبة كما قلت منقبة أخرى تضاف إليه، لأن لولا التنقيب عنها وجمعها لضاعت بعد وفاة أصحابها. وبعد مناقشة الأطروحة شعر محمد العثماني سنة 1999 قمت شخصيا بطباعتها وهديت أستاذنا نسخة منها في إحدى جلسات نادي الجراري، وقد سر بذلك كثيرا، وقد يسر الله لي حضور نادي الجراري كما قال أستاذنا منذ قليل عدة مرات في بيت الأستاذ عباس العامر، وفي إحداها ألقيت عرضا حول كتاب جهود مالكية في تصنيف التصرفات النبوية بطلب منه، ولقي العرض استحسان أستاذنا، فلقد كان نادي الجراري محفلا علميا متنوعا، وقد يكون أقدم نادي ثقافي في المغرب، استمر منذ حوالي 95 سنة الآن أو 94 سنة الآن، وكان من وفاء أستاذنا لوالده العلامة عبد الله الجراري أن عمل على استكمال مشروعه العلمي والثقافي، فكان مرارة ثقافية في عالم اتجه فيها الناس أكثر إلى إيثار الماديات والتنافس فيها والانصراف عن المعنويات والثقافة على رأسها. ثم يسر الله لي أن أحضر مع الأستاذ عباس الجراري لسنوات أمسيات رمضانية منتظمة في بيت أخينا المرحوم رشيد الرينجا رحمة الله عليه بمدينة سلا، وكان الأستاذ عباس من الذين يداومون على تلك الأمسيات، كان يلقي فيها كلمات توجيهية غنية تحث على الخير وعلى الصالحات. وعلى كل وفي كل هذه المناسبات وغيرها وقفت ولمست كما وقف غيري ولمس غيري من أخلاق الأستاذ الجراري الرفيعة، لقد كان باستمرار جم التواضع، سهل المعشر، هادئ الطبع، سمح المعاملة، وإذا كان التبسم في وجه المؤمن صدقة كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أستاذنا كان أكثر الناس صدقة لملازمته للتبسم، لملازمة الابتسامة في محياه على الدوام، فلا تكاد تراه إلا متبسما. وإذا كانت الكلمة الطيبة صدقة كما في الحديث الصحيح، فإنك لا تسمع من أستاذنا إلا الكلمة الطيبة. وقل نفس الشيء عن صفة أخرى حتى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قول الخير والسكوت عن غيره. وفي الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأستاذنا كان دائما يقول الخير إذا تحدث، وإن لم يفعل ظل ساكتا معبرا بابتسامته العريضة الجميلة عن حسن سلوكه وصفاء طويته وسريرته. وقد تكون تلك الخصال من أسباب محبة الناس له، أقربين منهم والأبعدين. وإذا أحب الله يوما عبده ألقى عليه محبة الناس. وقد تكون تلك أيضا من أسباب تقلبه في عدد من المسؤوليات المتنوعة والتي تحتاج فعلا إلى خلق التفاهم وإلى الحكمة وإلى روح المسؤولية وإلى الحس الوطني الراقي والعالي. وواضح للجميع أن أستاذنا استمد مكانته الفريدة في قلوب تلامذته ومحبيه من جوانب إنسانية وإيمانية عميقة تنبعث من المنبت والجذور، فهو ابن أسرة علمية فيها القيم والدين والأخلاق تنبعث من المنبت والجذور وترتكز على القيم والخصال والمواقف، ومهما كتبنا من كلمات رثاء وذكرنا من مناقب فلن نوفي أستاذنا عباس الجراري
حقه لما قدمه من عطاء ووقت وجهد وتفان في خدمة الدين والعلم والأدب والوطن، لأن شخصا من هذا الحجم لا يمكن أن يختزل الحديث عنه في هذا الوقت المضغوط، ولكنها خواطر سريعة من القلب. لكني لن أفوت الفرصة أخيرا لأقول إن ذكر أستاذنا ومثله من القامات السابقة في بلدنا ليس من باب الوفاء للشخص والوطن فحسب، ولكنه أيضا درس للمستقبل، للأجيال الصاعدة، درس شحذ للهمم في زمن طغت فيه المقاييس المادية في تقييم الأشخاص بدل القيم والدين والعلم والوطنية والأدب، وهي التي كان فيها أستاذنا قامة من القامات. رحم الله أستاذنا عباس الجراري وتغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ورزق زوجته وذويه وجميع محبيه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.